يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. هذه الكلمات المعدودات يضعن الخطوط الحاسمة ويكشفن عن الشقة البعيدة بين جبهتي الصراع بين الحق والباطل. إن المؤمنين يحتملون الألم ويحتملون القرح في المعركة، ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملون، إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء، ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء. إن المؤمنين يتوجهون إلى الله بجهادهم ويرتقبون عند الله جزاءهم، أما الكفار فهم ضائعون مضيعون، لا يتجهون إلى الله ولا يرتقبون عنده شيئا في الحياة ولا بعد الحياة. فإن أصر الكفر على المعركة إن أصر الكفار على المعركة فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصرارا، وإذا احتمل الكفار آلامها فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام، وما أجدرهم كذلك ألا يكفوا عن ابتغاء القوم قتلا وتنكيلا ومتابعتهم بالقتال وتعقب آثارهم حتى لا تبقى لهم قوة وينكسر كبرياؤهم ويهتز كيانهم، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو فضل الإيمان، وهذه هي العقيدة في الله في كل جهاد وفي كل كفاح يقوم به المؤمن في حياته. نعم، قد تعلو الملحمة وتعلو الشقة فوق الطاقة، وقد يربو الألم على الاحتمال، ويحتاج قلب المؤمن إلى مدد فائض وإلى زاد قريب، وهنا
يأتي المدد ويأتي الزاد من هذا المعين ومن هذا الكنف الرحيم من الله سبحانه وتعالى. هذا التوجيه القرآني: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، كان ينزل على المؤمنين في معركة مكشوفة متكافئة، معركة يعلم فيها المتقاتلون من الفريقين، وكلا الفريقين يحمل سلاحه للقتال، لكن ربما تأتي على المؤمنين فترة لا يكون فيها تكافؤ، وتكون المعركة غير ما يتوقعها الآخرون، لكن القاعدة لا تتغير: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. فالباطل دائما محروم من العافية، حتى ولو بدا لك أنه قوي ويزمجر ويزبد ويبرق، لكنه في داخله كيان هش متناقض. ولذلك قال سبحانه في كل صراع بين الحق والباطل يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولذلك في كل صراع بين المؤمنين وأعدائهم عليهم ألا ينهاروا، وعليهم أن يقووا لغة الاحتمال. لماذا؟ لأنهم يرجون من الله ما لا يرجو. نرجو من الله سبحانه وتعالى ما لا يرجوه الكافر، وهذا هو العزاء العميق، وهذا هو مفرق الطريق بين الكفر والإيمان. وكان الله عليما حكيما، عليما يعلم ما تعتلج القلوب من المشاعر والضيق والخوف، ثم يصف لهم الطب والدواء، وهو الاتجاه إلى الله والتوكل عليه. ونحن اليوم نرى الحضارة الغربية التي تقود العالم بعقائدها الفاسدة، والتي انسحب منها الإنسان لصالح ماذا؟ لصالح الطغيان، طغيان السلاح والقوة، وطغيان الاستبداد، حتى ظن الناس أن هذه هي النهايات وأن الأمور لن تتغير. هنا يأتي القدر في لحظة مفصلية ويأتيهم من حيث لم يحتسبوا، يأتي القدر في لحظة تاريخية مفصلية ليعيد التوازن في طريقتنا في التفكير، ويعيد التوازن في تعاطينا مع قيمة الإنسان واقعيا لا شعارتيا. وأذكر في ذلك ونحن نعيش أياما عصيبة سوف ينبلج منها إن شاء الله فجر مشرق يغيث هذه الأمة الجريحة المكلومة. إن القرآن يعيد لنا معايير الحق في أن ننظر ليس لقيمة السلاح والقوة، بل لقيمة الإنسان عندما يكون حرا، وعندما يعيش لمبدأ وقضية يستمد أدبياتها من السماء. الإنسان الحر ليس كالعبد. أذكر في ذلك أن قبيلة عبس الذي منها عنترة العبسي، عندما غارت عليها على مضاربها قبيلة أخرى ومات ساداتها، ومنهم فلان وفلان وفلان، وأخذت النساء سبايا، واستنجد منادي عبس وهو ينادي: ويك عنتر أقدمي، أين عنتره؟
فجاءه أبوه شداد قال له: يا عنترة كر، يا عنترة كر عليهم، أيهجم وحارب؟ قال عنترة: واسمعوا، إن العبد لا يحسن الكر والفر، إنما يحسن الحلاب والصر. إن العبد لا يحسن الكر والفر، إنما يحسن الحلاب والصر. قال له الشداد: أنت حر فكر. قال: الآن إذن. الآن إذن لماذا؟ لأن الإنسان الحر ليس كالإنسان العبد، ما زال الإنسان في ظل الطغيان. وأنا ذكرت طغيان السلاح وطغيان الاستبداد. طغيان الاستبداد يرى نفسه حلابا للزعيم وخادما للزعيم وخادما لتمثال الزعيم، وترى صور الزعماء في كل الشوارع والعواصم، ويقدم الزعيم على كل شيء، والشعب والوطن هو محلوب للزعيم. فعن أي شيء يدافع؟ لا يحسن الكر والفر، إنه يحسن الحلاب والصر. إن كلا من طغيان السلاح في العالم وطغيان الاستبداد في الأوطان لا يقوم بنيانها إلا على أنقاض الإنسان الذي جعلوه عبدا. فما ارتفع الكفر والاستبداد إلا بطغيان الإنسان على الإنسان. وانظر في دولة مثل دولة الاحتلال إسرائيل، وهي دولة نووية وأكثر الدول تفوقا في الصناعات العسكرية ومصدرة لأرقى أنواع الدبابات، فنرى العبيد الخوارين من حكام العرب، نراهم ينظرون إليها من المحيط إلى المحيط خوفا على عروشهم، يرون إليها بل لا يجرؤون حتى في التفكير على مواجهتها. فآمنت هذه العروش أن وجودها بوجود هذه القوة، وكفرت بشعوبها وكفرت بأمنها الاستراتيجي، وهو قوة الإنسان الذي علا عليه الطغيان والاستبداد وصار عبدا لا قيمة له ولا جدوى في أن يدافع أو يقدم، في زمن تماهى فيه الوطن في الزعيم، فالزعيم هو الوطن، والزعيم هو الدستور، والزعيم هو البحر والجو والمال، الزعيم. فتجد الناس يعيشون على الحلب والصر. وانظر إلى خطابات زعماء العرب، كلها تتكلم قوة الشعب، إرادة الشعب، الإيمان بالشعب، لكنهم يجذمون على صدور شعوبهم ويجلدونهم بسياط الخطب والعنتريات عقودا كالحة ومالحة. ماذا يملك هذا الشعب وماذا يملك الوطن غير الزعيم؟ وفي لحظة تاريخية لم يحسب لها حساب، وقدر الله قدره في بقعة صغيرة طولها 45 كيلو متر وعرضها 15 كيلو متر، غزة في ليل بهيم زاغت فيه الأبصار وتكلست فيه الآمال، وشعرت الأمة بالإحباط وأن الأمور تحت السيطرة، وأن مخابرات العالم لا تخفى عنها خافية، وإذا برجال أشداء مؤمنون بربهم وبقضيتهم ومستمرون
في طريق التحرير أكثر من 75 عاما، أعادت اليقين إلى الإنسان لا إلى السلاح. فالإنسان هو الفاعل الحقيقي، الإنسان هو القوة العظمى التي أهدرها الطغاة وجعلوه يحسن الحلب والصر. الإنسان هو قبلة النصر الحقيقي، الإنسان الذي رضع الحرية حتى ارتوت منها أطراف أظافره، فهو يعرف جيدا عما يدافع ولما يكر. لا يغدو الإنسان جبانا حين يملك عدوه السلاح، كلا، يغدو جبانا عندما يفقد إرادة المواجهة وعندما يفقد مبررات المواجهة. فلا قيمة لشجاعة من أناس يعبدون الزعيم. أما غزة اليوم وهي لا تملك ما تملكه إسرائيل العدو المحتل، لكنها ملكت الإنسان وعلمت الأمة درسا عظيما، وأنها لن تحيد ولن تتوقف في تحرير المقدس وهو أرض فلسطين وأولى القبلتين وثالث الحرمين. مهما حاولوا من تمييع القضية بعدما كانت إسلامية ثم عربية ثم جعلوها شرق أوسطية ثم جعلوها فلسطينية، لكن بؤرة القداسة في قلوب المسلمين لم تضعف يوما، وكلما جاء جيل كان أقوى مراسا من الذي يليه. ومواكب الشهداء الذين ترونهم، هذه هي طريق النصر وهذا هو طريق التحرير. اليوم تعلمنا من غزة المحاصرة ما يقارب 20 عاما كيف يصنع النصر، وكيف صنعت غزة وطوفانها النصر، ليس بالسلاح ولا بالصواريخ بل بالإنسان الذي لم يخلق للحلاب والصر، إنما خلق لغاية عظيمة، خلق بمنطق الفطرة السوي لا بمنطق الطغاة المستبدين. ولذلك سلوا أنفسكم، لماذا الغرب في دوله ممثلا بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لماذا هذا الغوث لدولة الكيان المحتل؟ لماذا هذا الغضب الدولي بهذا الشكل؟ لماذا كشف الغرب ومسح مكياجه عن وجهه، مكياج الإنسانية المزعوم وحقوق الإنسان، ليكشر عن أنيابه؟ بل منعوا في دولهم كل مظاهرة أو تعاطف مع فلسطين. وقد سمعنا وزير العدل الفرنسي في مجلس النواب وهو يقول سوف يسجن من 5 إلى 7 سنوات كل من يتعاطف مع فلسطين. وها هي أمريكا بأساطيلها، وها هي بريطانيا، لتعلموا حقيقة الصراع. فلسطين إسلامية، أوقفها أمير المؤمنين، وكل من له امتداد بنسب أمير المؤمنين، نسب الإيمان ونسب الإسلام، عليه أن يعيش لهذه القضية. وأن الوعي المزيف الذي عشناه ردحا من الزمن من أول ما سلمت فلسطين 1948 سلمها الإنجليز، وأسست الجامعة العربية لحماية هذا العدو،
نعم، أسست لحماية هذا العدو. هؤلاء من الجامعة العربية لا عزة الإسلام فيهم ولا حمية الجاهلية ولا نخوة العروبة. العربي كان فيه من النخوة والنجدة ممكن أن يضيع يومه وغده من أجل ناقة دخلت حمى أو حرب داحس والغبراء، أشياء تافهة. فما بالك إذا ضيم خسفا لا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. ما الذي جرى لهؤلاء؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم انكشفوا، وهذه حقيقتهم. إلى اليوم لم تجتمع الجامعة وكلها تنديد واستنكار وشجب، وكل خائف على عرشه لأن الله أتاهم من حيث لم يحتسبوا. وهذا مكر الله، مكر الله لأوليائه المؤمنين، ومكر الله بأعدائه المجرمين. عندما دب اليأس في النفوس وحاولوا التطبيع، التطبيع يا إخوة معنى عيش طبيعي، وانسى فلسطين، انساها، طلعها من راسك خلاص. وكل التضحيات من عمر بن الخطاب إلى صلاح الدين إلى يومنا هذا تدوسها بأقدام الخيانة. هذا هو التطبيع من أجل العروش والكروش والفروش. هؤلاء الخونة الذين إلى اليوم لم يجتمعوا، وكل يوم في غزة تدك بالطائرات ويموت الأطفال، لكن لله درهم، لله درهم. كيف أنزل الله عليهم السكينة والإيمان، كما قالت الأم الفلسطينية والتي تعيش لأجل قضية، هم يقتلوا ونحن نولد أولاد. قضية واضحة. عندما دخل هؤلاء الصقور من المجاهدين على أوكار اليهود وساموهم سوء العذاب، تحولت الصورة الذهنية لدى المسلمين أن العزة ممكن أن نصل إليها وأن ننالها وأن الانتصار قريب. بعدما كان الذل والهوان والأشلاء والدماء كان ماركة مسجلة على المسلمين، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. فجاءوا هؤلاء الرجال الذين باعوا أنفسهم لله وورثوها كابرا عن كابر عزة الإسلام، ودخلوا عليهم في حصونهم وساموهم سوء العذاب، وأخذوا. ورأينا كيف أن العالم ذهل بهذا الانتصار وهذا التنكيل. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. هؤلاء ثلة قليلة، ماذا لو أن الأمة كلها انطلقت بقيادة صالحة رشيدة؟ إن صلاح الدين أيها الإخوة كانت حركة جهاده 25 سنة، 20 سنة جهاد كله حول فلسطين، ثم اقترب من بيت 20 سنة حول فلسطين، نعم، ومنها مصر عندما أسقطت الدولة الفاطمية أيام الملك الخليفة العاضد الفاطمي الذي له لا علاقة له بالإسلام. ثم انطلق وحاصر فلسطين البيت المقدس في 17 يوما. لماذا؟ لأن كل ما حول فلسطين يريدون، كل ما حول بيت المقدس والأقصى يريدون الأقصى. تغير جيل من عماد الدين إلى نور الدين إلى صلاح الدين، فهو خامة من مجتمع على درجة عالية من الوعي والقضية. علينا أن ندرك ذلك. ولذلك الأمل دائما والتفاؤل موجود في هذه الأمة. وهذا الذي حدث لا يريده الغرب، لأنه جعل المسلمين يعيشون في حرب نفسية أنهم أهل للهزيمة. ما فعلوه في العراق وما فعلوه في سوريا وما فعلوه في اليمن، لكن
فلسطين ومسجد الأقصى هو بؤرة القداسة وهو بؤرة المعركة، فعلينا أن نثق بالله ونعيد صياغة معاييرنا ونظرتنا للأشياء، وأن الأمل معقود بالنصر بإذن الله، وأن الأمة في كل يوم إلى صعود، وأن دولة يهود إلى نهاية وإلى زوال، وقطعناهم في الأرض أمما ما أقيمت لهم دولة إلا جاء الوعد القرآني بحصدها وإزالتها، وستحصد على أيدي مؤمنين بإذن الله تعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم ما رأيناه من تداعي استعاد كثير من العرب وعيهم بحقيقة الصراع وبطبيعته، ومن هو العدو الحقيقي. العدو الحقيقي ليس المحتل الصهيوني، بل الحملة الصليبية. الحملة الصليبية التي جاءت به وما زالت تحميه وتقاتل معه ودونه. وتبعنا الأخبار، الناس الذين غاب عليهم الوعي حدث لهم نوع من الصدمة. أقول لكم، لن تتحرر فلسطين ولن يتحرر بيت المقدس إلا عندما تواجه الأمة هذا العدو وهذه الحملة التي تحتل القدس منذ دخول القائد البريطاني أدموند الليمبي 1917، وليس منذ تقسيم فلسطين في 1947 وإعطائها لليهود في 1948. وكما ذكرت لكم، الجامعة العربية، احفظوها هذه، اقرأوا كيف تأسست. أسستها بريطانيا لتحمي العدو المحتل، وهذه دول الطوق. اليوم في هذا الأسبوع بدأ الوعي لدى المسلمين يهتز، وأن قيم الغرب قيم باهتة غير حقيقية، وأن العداء كأمة، أمة يهود وأمة نصارى وأمة المسلمين، هذا عداء قائم إلى قيام الساعة. كفرنا بكل قيم الغرب التي نسخت قيم الإسلام، وأصبحت ما يضخه لنا الغرب هو المرجعية العليا. اليوم تخندقوا جميعا في خندق واحد، وحاصروا بقعة من الأرض وقطعوا عليه الكهرباء والماء ودك بالصواريخ ليل نهار. أين حقوق الإنسان؟ أين الإنسان؟ إنهم كذابون، يكذبون عليكم أيها النخب المثقفة، لا أقول التي هي تبع للغرب والعملاء المحليين، لا، كفاكم نداء بالعروبة. فالعروبة بلا إسلام والله لن تحرر فلسطين ولا قيمة لها. عروبة تكفر بمحمد وبهدى السماء، هذه عروبة من؟ حتى عروبة أبي جهل وعنترة حرمتم منها، لا حمية ولا نخوة ولا فزعة. اليوم الحضارة الغربية رمتنا عن قوس واحدة،
وأعلنت وكشرت عن أنيابها أمام 22 جيشا عربيا وخمسة ملايين جندي عربي لا يستطيعون أن يحركوا. جاءتهم حاملة طائرات أمريكية وجاءت بريطانيا بخمسة آلاف جندي. هؤلاء الخمسة ملايين الخوارين يكفيهم 5000 جندي أمريكي فقط وخمسمائة مليون عربي محرومون أن يزحفوا إلى فلسطين. ممن؟ من هذه الأنظمة. علينا أن ندرك هذه الحقيقة ولا يغيب وعينا. وبؤرة الأمة في فلسطين، كلما رأيت العيون مشرئبة ومتطلعة إلى فلسطين فهي تتطلع للإسلام، وفلسطين يشارك فيها كل مسلم حتى العصاة. بل إن صلاح الدين رفع شعارا غريبا وعجيبا قد يكون أول مرة تسمعونه، كان يقول: المجاهد الفاسق خير من العابد القاعد. حتى لو كنت مسرفا على نفسك لا تترك مقدساتك. ولذلك في تاريخ تحريرها الأمة نهدت كلها من الأرض بقيادته. بعد 25 سنة كل مسلم شارك في تحريرها. أنا وقت ذاك حتى المسرف على نفسه يقول: المجاهد حتى ولو كان فاسقا مبتلى يشرب كذا لكن لا يترك مقدساته، لا يترك عقيدته، خير من العابد القاعد منزوي وغايب خارج التغطية. هذا أين ولاؤه للمؤمنين؟ ولذلك الأقصى عقيدة والمكر الذي مكر الله بيهود أنهم حركوا مقدسات الأمة. في كل يوم نسمع باحات الأقصى يداهمونها ليهدمونها، لكن هيهات، إن دولة إسرائيل إلى زوال، وإذا زالت زالت الأنظمة التي تحميها. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم شد على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم. اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا ومعينا. اللهم بك نحول وبك نصول وبك نحاول وبك نقاتل. سدد اللهم رميهم، اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالمنافقين الذين يؤيدونهم ويؤازرونهم، اللهم افضحهم على رؤوس الأشهاد، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم بدر. اللهم أنت القوي المتين، ارفع هذا البلاء عن إخواننا في غزة. اللهم اجعل كيد يهود في تباب، اللهم اجعل كيدهم في ضلال. اللهم ارحم الشهداء وثبت الغرباء وفك أسر المأسورين. اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوبهم، إنك أنت القوي العزيز. سوف تكون هناك مظاهرة بإذن الله بعد صلاة العصر في مدينة مصراتة. هبوا جميعا، هذا أقل ما نقدمه، حتى يرى العالم ويرى المطبعون ويرى المنافقون الذين يخرجون إلينا بالمقاطع وهم عرب وقلوبهم قلوب يهود، يروا الأمة الحقيقة حقيقية، ويروا أن الأمة هذه ستظل وفية لدينها، وفية لنبيها، وفية لمقدساتها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما،
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.